هذا وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا ببالغ السرور والتقدير برقية سموكم لنا، ويسرنا أن نشيد بجهود سموكم الدؤوبة والمخلصة في خدمة مملكة البحرين وتعزيز نهضتها التنموية في كافة المجالات، وسعيكم المستمر لتطوير منظومة العمل الحكومي من أجل خير ورفعة المملكة وتقدم شعبها العزيز، متطلعين إلى المزيد من الجهد والعمل المثمر في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات شعب البحرين الكريم وإنجاز أهداف التنمية والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتقدم في جميع الميادين والقطاعات. وفي الختام نسأل المولى عز وجل أن يبارك لكم مساعيكم لخدمة الوطن والمواطنين، ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية، ودمتم سالمين يحفظكم الله. والدكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين.